وسهلا فيكم ببرنامجنا What to Eat. اليوم حلقتنا رح تحكي عن رجيم وتغذية المرضعة وطرق تجنب زيادة الوزن. مثل ما بنعرف كل مرة نحن عم نحكي عن المرأة الحامل وخاصة تطور الحامل قبل الحمل وبعد الحمل. اليوم موضوعنا بيختص بالسيدات الحوامل. طبعا نحن بنعرف انه المرأة لما تحبل بيصير عندها شهية اكبر، ولما الطفل يكون بالبطن الأم بصير ياخد منها كل الموارد الغذائية والمخزون اللي عندها، وبرضه كمان بصير في مخزون للحليب، مشان هيك ما بتقدر تنقص كتير من وزنها وبصير بدها تعمل رجيم، بس بتتردد لأنه بتخاف تأذي حالها أو البيبي. هلأ في تساؤلات عن هالموضوع إذا بصير تعمل رجيم أو لا، وهيدا الموضوع كتير مهم لأنه في كتير من الأشخاص ما عندهم معلومات كافية عن هالأمور هيدا. أولا في كتير إشي نعتمدها منها هي وزنها بالأساس قبل الحبل طبعا وخلال فترة الحمل. يعني نحنا منقول إذا بتبلش الست عندها زيادة بالوزن أو نصاحة، يعني لازم نخفف وزنها قبل ما تحبل، ولازم ننتبه لنوعية الأكل ما تكون على حساب المغذيات للطفل اللي بحاجة إلها. كمان نحن منعرف انه طبيعة تزيد بالوزن، هيدا شيء كتير طبيعي ومتعرف عليه، بس المرأة الحامل ضروري تنتبه من وزنها، مشان هيك نحن منقول حسب وزنها فيها تزيد. يعني اذا كان BMI او المؤشر الطول بالنسبة للوزن اكتر من 30، ما مننصح تزيد اكتر من 5 ل 7 كيلو، لانه هي بتكون عندها مخزون اوريدي او بالاصل، وقتها بتقدر ساعتها تستعملها. وأول 3 أشهر ما بيكون في زيادة بعد، بس الأشهر اللي جايين أكيد رح تزيد، لأنه أول 3 أشهر احتياجات الطاقة عند الأم منا كتير كبيرة. فطبعا أكيد مع زيادة الحمل وتطور الحمل رح تزيد هالمأكولات وهالمغذيات وهالمأكولات. بعد الولادة هلأ في نساء بدهم يستعجلوا كتير وبدهم يهتموا بشكلهم وبوزنهم، بس هون ما فينا دغري نأكد على هالموضوع وما فينا دغري نروح لهالأمور هيدي بهالطريقة السريعة. مشان هيك اللي بيفكروا انه من بعد ما يظهروا من المستشفى وبيكونوا بدهم يروحوا وزنهم دغري، هيدا طبعا ما بيصير، لانه الجسم بده وقت لحتى ياخد ويرجع لشكله القديم، هيدا شيء كتير طبيعي ومتعرف عليه. بعدين هي عندها الرضاعة وهي كمان ما كتير فيها تقلل من وزنها. ليش؟ لأنه عند الرضاعة كمان بحاجة لسعرات حرارية أو كيلو كالوريز تاخدهم خلال النهار بحدود 300 كيلو كالوريز عن زيادة عن الطاقة اللي بتاخدها عادة، بس عندها أول شيء بحدود 5 ل 7 كيلو من وزن البيبي بيروح. هلأ بعد هيك حسب هي قديه زادت خلال حملة بيكون بدنا نخففهم. هلأ الرجيم اللي ممكن تعمله الأم، واليوم رح أحكي بشكل عام عن الوجبات اللي لازم تاخدها الأم بالنهار خلال فترة الحمل أو الرضاعة اللي حابة كمان تضعف وتحافظ على وزنها. وبحب ذكر هون أنه هيدا الشيء بشكل عام، لأنه كل ست بتختلف عن التاني وكل ست تختلف احتياجاتها عن التاني، وفي منهم بيكون عندهم أوبيزيتي أو نصاحة، وهالنصاحة المفرطة لازم تكون كمان تحت إشراف طبي. من هون هلأ منشوف أهم شيء نركز عليه هو كيف منوزع الوجبات اليومية، والحامل اللي بهالوضع أو المرضعة طبعا حتى تخسر وزن وما يكون على حساب صحتها أو صحة البيبي. نحن دايما منحكي عن الطبق الغذائي أو ماي بليت وكيف منقسمه لكل يوم، وعادة هيدا الصحن بيكون مقسم لأجزاء، جزء نشويات، جزء بروتين، وجزء منتوجات الألبان، وجزء الزيوت. أول شيء منقسمهم لثلاث وجبات أساسية مثل ما كنا منعرف، عنا الترويقة، الغداء، والعشاء، وبده يكون عنا كمان وجبات خفيفة خلال النهار بيناتهم. هلأ لمكونات الترويقة، بالترويقة ضروري يكون عنا أول شيء الحليب اللي هو واحد من منتجات الألبان اللي بحاجة إلى المرأة الحامل أو المرضعة خلال هالفترات، لأنه بتقدر بهالمنتوجات هيدي تقدر تاخد كمية من الكالسيوم اللي هي بحاجة إلها أو اللي جسمها بيطلبها. بعدين بيكون عنا جزء من هيدا الصحن يكون من النشويات، والربع البروتين، والربع الباقي هو الحبوب أو الفواكه.
هلأ بفترة السناك ممكن ناخد حصة من الفواكه وحصة من منتجات الحليب، وبتجي وجبة الغداء اللي بيكون انه جزء منها الخضار، وممكن ندخل جزء الفواكه وكمان النشويات وجزء البروتين. السناك التاني لانه دخلنا دجاج الفواكه، هلأ فينا نفضل ناخد شي خضرة اكيد مع منتجات من الألبان، وممكن نقسمهم مع وجبات السناك. وأول وجبات العشاء كمان بدها تكون مكونة من الخضار وجزء البروتين وجزء النشويات طبعا. فإذا بنطلع على هذا الصحن اللي هو براسنا، بده يكون مقسم نص الطبقة من الخضار، والنص التاني مقسم كمان لنصين، ربع البروتين وربع النشويات. فهيك نحنا إذا بدنا نجمع الثلاث أصناف مع الحليب بيكون عنا الطبق الغذائي اللي لازم ناخده واللي نحنا دايما بنحكي عنه وكيف لازم يتقسم. فأول ما بدها تجي الأم تحضر وجبتها لازم تتخيل هيدا الطبق وخاصة هيدا الغذاء وكيف تقسيماته بتكون، وتحط كل الأنواع اللي ذكرناها. هيدا بشكل عام أكيد عم نحكي، كل مرأة بالنهاية بتختلف عن التاني ومتطلباتها بتختلف عن التاني، بس نحنا عم نحكي بشكل عام. وأهم شيء يكون توزيع الوجبات بشكل معتدل. في كتير بيقولوا أنه أنا بعد 7 ما باكل وهي بتكون عم تنام على 12 تنقول، فهون ما بدنا نحدد الوقت قد ما بدنا نحنا نحدد الكمية أو النوعية والمدة. يعني نحن مفترض ناخد على القليلة يكون 2 لـ3 ساعات آخر وجبة قبل النوم. يعني إذا كنا مننام 2 الصبح فيها تكون الوجبة على 11. الفكرة أنه نحن بخلال كل النهار أنه يكون عندنا طاقة مستمرة، فما بيناسبنا نقفي شي وجبة. فأهم شيء إذا بدي أخد وجبة العشاء تكون قبل 2 ساعات مينيموم مثل ما قلنا قبل النوم. مش ناكل وننام دغري، لأنه الأكل والنوم دغري خاصة هيدا الشيء اللي بخلي الجسم ما يهضم الأكل مظبوط، وهون بنصير نحن عم نزيد بزنا بلا ما نكون عم نستفيد. فأهم شيء ننتبه على أنه أكلنا أكيد، ونقدر نعمل رياضة كرمال نعطي وقت لمعدتنا أنه تهضم بشكل صحيح. هيدول كلهم قبل ما ننام أو خلال النهار لنقطعهم. تنعطي مثل على وجبة الترويقة، نحن قلنا أنه لازم يكون فيها نشويات اللي هي فيها تكون خبز أو حبوب الأفطار أو توست. أهم شيء الكمية. أهم شيء كمان ننتبه للنشويات اللي نحن بدنا ناخدها أنه يكون أكثر حبوب كاملة. يعني نحاول قد ما فينا ندخل ألياف أكثر، لأنه خاصة بهالمرحلة المرضعة بتمرق بكتير إمساك أو كونستيباسيون، مشان هيك نحن بحاجة لهالألياف تنخفف من هالعوارض هاي، وبحاجة كمان أنه نساعد جسمنا أو جهازنا الهضمي تيتحكم بكل هالمكملات. لإضافة هالأهمية الشبع كمان كتير مهم، لأنه الألياف هي بتعطينا الشبع، مشان هيك هيدا الشيء كتير بيأثر أنه ما ناكل وجبة زيادة عن الوجبات اللي لازم ناكلها خلال النهار. أما البروتين يكون عنا قطعة جبنة أو لبنة أو بيض أو حمص أو فول إذا كان وقت غدا أو عشاء، ونحاول نبتعد عن الأشياء الدسمة أو الأمتي كالوريز اللي بنسميها نحنا، اللي بتعطينا سعرات حرارية كتير كتيرة وما بتفيدنا بشكل كتير كبير، مثل مثلا الدونات الكرواسون. هيدول الأشياء اللي هن فيهم سعرات كتير حرارية عالية، وبذات الوقت نحنا ما عم ناخد الغذاء اللي نحنا بدنا إياه. يعني إذا بدي أخذ كرواسون لازم أخذ ربع وحدة، أما إذا بدي أخذ مثلا خبز أبعت الخبز مثلا مع قطعتين جبنة أو لبنة رح يشبعوني أكتر، وبذات الوقت ما رح يخلوا عندي هالطاقة أو هالسعرات الحرارية الزايدة. فنحن هون عم ندخل إشياء مفيدة أكتر وبسعرات حرارية أكيد أقل. وممكن ندخل الفواكه حسب شو بتحب، موز، تفاح، برتقال، اللي بدي اياه. وما بننسى الحليب طبعا مثل ما ذكرنا، وبنقول انه تستعمل الحليب الخالي الدسم، ما في مشكل اذا كان خالي الدسم، لان هي بحاجه للبروتين، البروتين رح تاخده، وكمان رح تكون بحاجه للكالسيوم، والكالسيوم رح يكون موجود بنفس الحليب اللي خامل الدسم والخالي الدسم. فهون نحن عم نتأكد انه عم ناخد كل المكونات اللي بحاجة إلها، وبذات الوقت عم ننتبه لسعراتنا الحرارية. يعني كبية الحليب الكامل الدسم تقريبا فيها 150 كالوري، اما القليل الدسم فيها بحدود 90 كالوري.
فممكن اخذ 2 كوب بهالسعرات الحرارية بتساعدنا بذات الوقت لنستفيد اكثر، ناخذ من الكالسيوم من البروتين بذات الوقت بسعرات حرارية اقل. هلا في نساء بضايقهم انه الحليب او بيزعجهم، بيعملون نفخه، بيعملون عصر هضم، هون ما في مشكل، مهم نحن نقدر ناخذ حليب من انواع اللي هي فيجيتيريان او اللي هي من مصادر نباتيه. كرمال هيك نحن عم نساعد المراه الحامل بهالمنتوجات هيدي تكفي تاخذ المصادر الغذائيه من الكالسيوم والبروتين بشكل يكون كتير متوازن وبلا زياده سعرات حراريه. اما كسناك فيها تاخذ لبن وفواكه، وننتبه انه ما يكون دخله سكر كتير، وافضل شيء ندخل اللبن الفواكه اللي ما بيكون فيه اكيد سكر، واللبن اللي هو بيكون زيرو فات او خالي من الدسم، ونحن ندخله الفواكه من عنا. فمشان هيك بيزيد الوقت المفيد بغناية عن كل اللي لازم ناخده من الحلو واشياء اللي فيها كمان سكر كتير. وبرضه نحنا بهمنا ندخل كمان الدهون الغير مشبعة مثل الأوميغا 3 اللي موجودة كمان بنفس الوقت بالجوز، اللوز، هاي المصادر النباتية، وكمان بالأسماك اللي هي بنفس الوقت اللي عم تعطينا كمان الفيتامين إي. مثلا 5 حبات زيتون مع الترويقة ما رح يضرونا، وبذات الوقت رح يعطونا كمية الدهون المشبعة اللي نحنا بحاجة إلها. شوية زيت على اللبنة أو على الحمص بنكون دخلنا على عناصر واستفدنا منها، بس ضروري ننتبه من الكمية لأنه مظبوط هي دهون صحية لكن ممكن تزيد لنا كمان وزننا بشكل كبير. هلأ وجبة الغداء، الطبق الطبيعي اللي بده يكون عنا هو الرز، كل ما كان الرز أسمر أو بحاجة لمكونات غذائية أكثر اللي هن موجودين بالقمحة الكاملة، وجزء البروتين اللي جزء من الخضار كمان اللي حابة أكثر ركز عليه غير النوعية هو أنه نحن منحب نطبخ صلصات، يعني طريقة الطبخ عنا بتكون فيها دسم عادة، كتير المرقات الدجاج فيها دسم كتير، يعني نخفف من الدهون الحيوانية ونركز على الدهون النباتية أكثر. ننتبه كمان لكمية وأشياء أكثر بالفرن لأنه بالتقسيم بيكون الجزء الأكبر من الخضار بالإضافة لصحن السلطة، جزء الرز تقريبا كوب مع اللحوم اللي ممكن تكون سمك، دجاج، لحوم حمراء أو حتى بقوليات مثل الفاصوليا الحمراء أو البيضة والعدس، وهي دول كلهم بروتين، يعني مزبوط فيهم نشويات بس كمان غنيين بالبروتين، يعني فيهم ألياف أكتر. مثل ما ذكرنا الألياف هي بتساعد للجهاز الهضمي يحسن استعماله. أما بالنهاية للدهون، نحن عم نشوف أن الدهون كمان عم تكون كتير قليلة وأقل بالسعرات الحرارية، لأن نحن بنقدر ناخد كميات أكبر بس بسعرات حرارية أكيد أقل من الدهون الكاملة. هلأ بدي أحكي عن البهارات مشان نعطي النكهة لأكل، لأنه إذا شلنا الزيوت والدهون رح تصير الأكلة مش كتير طيبة ومش كتير بحبزوا العالم، فنحن منعدلها بالبهارات. فينا ندخل شوية قرفة، جوزة الطيب، الأعشاب مثل الأوريغانو، زعتر، روزماري، هيدول كلهم بيعطوا نكهات للأكل ومكوناتها بتغنينا عن الدسامة اللي نحن بحاجة نزيدها من زيوت لدهون لزبدة سمنة زيت، والملح بكمية معتدلة ما بيأثر. بين الوجبات عنا لازم ندخل خضرة، ودايما نجيب الخضار اللي هي بوقتها موجودة ونغسلها كتير منيح ونهتم أكيد بنظافتها مظبوط، وننقي الخضار الموسمية اللي موجودة بالموسم اللي نحنا فيه لحتى نقدر ناخد أكتر من الفيتامينات والمعادن اللي نحنا بحاجة إلها. أما وجبة العشاء بتشبه الترويقة، ممكن نقلل فيها الخبز، إذا حطيت 3 على الترويقة في حط 2 على العشاء لأنه في سعرات ممكن تكون استهلكتها خلال النهار. ممكن ندخل البيض، الجبنة، لبنة، حمص، فول، هول الوجبات منيحة، وممكن كمان ندخل حبوب الإفطار اللي كاملة كمان مع الحليب إذا حبينا ندخلها. بتمنى تكون هالحلقة نالت أعجابكم، انطرونا بالحلقة الجاية. مرسي.